بقول لك ايه، شوف لك حل. انا عايزه ايد التلاجه دي تتصلح النهارده، ماليش فيه. حاضر حاضر، هكلم كيماكوت دلوقتي، اكيد عنده الحل. عامل ايه يا صاحبي؟ عاش من سمع صوتك. والله لولا الموقف اللي انا فيه كنت هبقى زي الفل، وانا متصل بيك عشان كده. مالك بس، في ايه؟ ولا حاجه يا سيدي، مروه جايه تفتح التلاجه لقيت طلعت في ايدها، ومصره ان اصلحها النهارده. عندي الحل في شركتي سي ام بي، كيماويات البناء الحديث. يا ترى ايه المنتج اللي هيحل مشكله طارق؟ سيتوسيل 400 ولا مونتاج جلو ولا كيماتون؟ لو عرفتوا اسم المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.